وهو ما يعكس حقيقي مدى الاهتمام بالقضية، ويعد أمرا قياديا وتحديا في نفس الوقت، حيث يتعين أن نعي جميعا أهمية التنسيق سويا لتعظيم الاستفادة من المواد بأنواعها ومنح الازدواجية، وتضافر الجهود لمناهضة هذه المشكلة التي لا ترتقي أن تكون ظاهرة، لأنها طبعا ليس لدينا بيانات تقول أنها ظاهرة أو غير ظاهرة. هي الحقيقة مشكلة الهجرة غير الشرعية مشكلة وقضية متعددة الجوانب تتشابك أضلاعها مع عدة مشكلات أو جرائم مثل جريمة الإتجار بالبشر والإتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين والإرهاب وغير ذلك من جرائم منظمة يقف وراءها مستغلين وسماسرة وعصابات إجرامية منظمة. وعليه فالتنسيق المأمول سيكون له ذلك الأثر في حماية أضعف وأكثر الفئات تأثرا ضحايا الهجرة غير الشرعية ألا وهم الأطفال والقصة ممن يستغلهم السماسرة والمجرمين مستغلين فقر وحاجة الأسر وحالة الضعف وغياب وعي الأسر بخطورة الجرم. تم نشر هذه الدراسة سنة 2010. حقيقة لما قمت وأنا طبعا سبق أن كنت عضوة في لجنة التصفية الوطنية لمكافحة ومنع الإدارة للبشر، وكانت الفكرة غير الشرعية ضمن خط الإدارة للبشر. لما بدأنا في خط الإدارة للبشر لجنة منفصلة عن الفكرة الشرعية، بعيد عنهم بدأت أهتم بالموضوع ده أكثر، رغم إن إحنا كنا أساساً في الدراسات اللي إحنا طرحناها للهجرة غير الشرعية، طرحنا 7 ظواهر اللي ربما يكون فيهم هجرة غير الشرعية، لأن الموضوع أساساً لم يتم دراسته في المجتمع المصري. حددنا ظاهرة عمالة الأطفال، حددنا ظاهرة أولاد الشوارع، نقل الأعضاء وإدارة الأعضاء، حددنا استغلال النساء والأطفال استغلال جنسي، حددنا أيضا الزواج، وكان في الأمر زواج القاصرة. تواجد 5 شهور من هيئة العمل للإستعلانات على الاستضافة الكريمة باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدعوة لعقد هذا اللقاء مع سيدات والسادة الإعلاميين لمناقشة قضية خطيرة ذات تأثير على المجتمع المصري خاصة من الشباب، ولا ننسى أيضا امتداد هذه المشكلة للأسف في الفترة الأخيرة لتشمل الأطفال القصة. أتوجه أيضا بالشكر، جزيل الشكر لأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية الذين حرصوا على المشاركة في هذا اللقاء لتوضيح بعض الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بالمشكلة. هنجد أن المشكلة ليست مشكلة بسيطة سهلة، مشكلة ذات أبعاد عديدة، وأيضا يبقى الحل له أكثر من مستوى وأكثر من وقت. مواجهة تهديد ظاهرة من خلال التوعية لمخاطرها والتبصير بما يدور حولها. فالإعلام أداة وقاية لتوعية المواطنين قبل وقوع الخطر. ونحن في الهيئة عمل استعلامات ومن خلال إحدى أضلع عمل الهيئة وهو ارتفاع الإعلام الداخلي الذي يضم 96 مركزا اعلاميا منتشرا في جميع محافظات مصر 27 نتواصل تواصل مباشر مع المواطنين ونقدم مئات عشرات المئات من الندوات السنويه من اجل التوعيه بالقضايا الوطنيه والاجتماعيه التي يعاني منها شعبنا.